أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثنا اليوم تحت عنوان الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبته لن تخلو الأرض من الحجة. لن تخلو الأرض من الحجة. الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبة هذا القول، أكذوبة هذا المعنى الذي يعتمده الشيعة القبورية للاستدلال على الإمامة وملازمات الإمامة من العصمة وعلم الغيب والولاية التكوينية والسيطرة على العوالم وعلم ما كان وما يكون وإلى غير هذه المعاني. والكلام في خطوات. خطوة ثانية، يتضح مما سبق أن إثبات الصغرى بمجرد إثبات الكبرى هو من الجهل والسفسطة والسفاهة والمصادرات الفارغة والقياسات الباطلة التي صارت من أصول وأساسات وضرورات المذهب الشيعي القبوري. لا يخفى أن إبطال الكبرى يثبت يقينا بطلان الصغرى وانتفاءها، يثبت بطلان الصغرى ويثبت انتفاء الصغرى. إذن إن إبطال الكبرى يثبت يقينا بطلان الصغرى ويثبت يقينا انتفاء الصغرى. خلال البحث قد أثبتنا بطلان الكبرى يقينا تحقيقا تدقيقا تأكيدا، فيثبت بطلان الصغرى يقينا تحقيقا تدقيقا تأكيدا. لقد أثبتنا أن الله تعالى قد أخلى الأرض من الحجة حيث انقطعت الرسل والأنبياء والعلماء والحجج والأئمة في الفترة ما بين آدم ونوح وفي الفترة ما بين عيسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. إذن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى قد أخلى الأرض من الحجة حيث انقطعت الرسل والأنبياء والعلماء والحجج والأئمة في الفترة ما بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام وفي الفترة ما بين عيسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. حصلت الفترة وانقطعت الرسل والأنبياء والعلماء والحجج والأئمة، ولكن لم تنخسف الأرض ولم تسخ الأرض بأهلها. إذن حصلت الفترة، حصل انقطاع الرسل، ولكن لم تنخسف الأرض ولم تسخ الأرض بأهلها. فلا تبقى أي ضرورة لوجود النبي الحجة والرسول الحجة والعالم الحجة والإمام الحجة. يعني ضرورة وجود النبي أو الرسول أو العالم أو الإمام أو الحجة لا يثبت على أساس أنه لو لم يوجد لانخسفت الأرض لساخت الأرض. هذا الاستدلال غير تام بدليل الواقع أن الفترة أن انقطاع الرسل قد حصل ووقع ولم تنخسف الأرض. إذن البرهان الدليل واضح. إذن حصلت الفترة وانقطعت الرسل والأنبياء والعلماء والحجج والأئمة، ولكن لم تنخسف ولم تسخ الأرض بأهلها، فلا تبقى أي ضرورة لوجود النبي الحجة والرسول الحجة والعالم الحجة والإمام الحجة، فلا تبقى ضرورة لوجود المهدي عليه السلام، وكذا لا تبقى ضرورة لإمامة المهدي عليه السلام. إذن الاستدلال بوجود المهدي بإمامة المهدي بحياة المهدي على أساس أن الله لا يخلو الأرض من الحجة، هذا الاستدلال باطل بدليل أن الأرض قد خلت من الحجة ولم يحصل شيء، لم تنخسف الأرض، لم تسخ الأرض بأهلها. إذن هذا الاستدلال بهذا الطريق غير تام. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.